لؤي عمره 22 سنة، انحبس مرتين عند الجيش، حياته زي حياة هالشباب، خدوه محبوب الحمد لله رب العالمين، كل الناس تحبه. وانحبس سنة ونص مدني أمني، ورد انحبس خرى مرة برضو، رد انحبس خرى سنة وطلع بعديها الحمد لله رب العالمين. بعديها خلص مشى الطريق هاي، يعني أنا أصلا بكتش أنام بالمرة لا ليل ولا نهار، إيدي على كلبي عليه، يعني بيطلع بس ينزل ويروح ويجي، بقى هو ضل يطمني عن حاله، يعني مثلا نقول يغيب ساعتين ثلاثة يرد يرجع الدرب، أشوفه رد يطلع زي هيك، بكاش ينام بالدرب المرة بالليل، بقى يجي الصبح يطمني عن حاله يرد يطلع. بنات أولاد هو نمرة 6، أما بالأولاد هو نمرة 2. لا الأخبار بس هم ما بلغوناش الارتباط بالمرة، الأخبار يعني الشباب اللي عرفنا المستشهد.